نعود إليك ولكن نذهب إلى مستشفى الشفاء. محمد أبو ناموس هناك يطلعنا على آخر ما يدور في هذا المستشفى الذي يستقبل الجرحى وأيضا ضحايا هذه الهجمات. محمد، آخر ما لديك من معلومات؟ نعم، يعني مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بالتأكيد ارتفع عدد الشهداء إلى 22 شهيد حتى هذه اللحظة وأكثر من 70 إصابة. نتعرف أكثر على هذه الحصيلة وطبيعة الإصابات التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي مع الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. يعني دكتور محمد، لو حدثنا عن طبيعة أو بداية حصيلة للشهداء والإصابات. يعني أول شيء لليوم الثاني على التوالي وهذا العدوان المستمر على أبنائنا في قطاع غزة، مجمع الشفاء الطبي استقبل العديد من الشهداء والجرحى. إصابات اليوم كانت صراحة إصابات قاتلة وأشلاء ممزقة لبعض الشهداء. الوضع في قطاع غزة وفي مجمع الشفاء الطبي وضع خطير حاليا. نحن كطواقم طبية على هبة الاستعداد لتلقي لإعطاء الخدمة الطبية لأبناء شعبنا وللجرحى. وكما يعلم الجميع أننا في حصار منذ 13 عاما ومنذ أكثر من سنة ونصف ونحن في مسارات العودة. القطاع الصحي أصلا مستهلك ومستنفذ فيه الكميات والمستهلكات. طلع أصلا الوضع مأساوي خطير جدا، لكن نحن بهمة أطباء وتمريضنا في هذا المستشفى وكل مستشفيات وزارة الصحة نقوم بما يلزم حتى ننقذ جرحانا من هذا العدوان المستمر علينا يعني لليوم الثاني على التوالي. يعني دكتور محمد، في هذا الخصوص نتحدث عن معاناة شديدة من تعانيها وزارة الصحة جراء نقص المستلزمات الطبية، كيف يمكن لكم استقبال هذه الإصابات مع استمرار هذا النقص الحاد في أقل مستلزماتكم الطبية؟ يعني بالتأكيد فعلا هذا الكلام صراحة موجود، ومستلكاتنا الطبية والأدوية صراحة يعني أكثر من 30 و40% غير متوفر في قطاع غزة، لكن هنا يعني يظهر معادن الرجال تظهر معادن الطواقم الطبية الذين يعملون ليل ونهار على خدمة أبناء شعبهم بأقل الإمكانيات اللازمة حتى ننقذ أبناء شعبنا. يعني هنا مناشدة للمنظمات الحقوقية والدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة بأن يوقفوا هذا العدوان المستمر على قطاع غزة أولا، وثانيا أن يمدوا القطاع الصحي بالأدوية والمستهلكات اللازمة حتى نقوم بمداواة الجرحى حتى يعني يتماثل الشفاء العاجل بإذن الله سبحانه وتعالى. ختاما دكتور، تحدثتم بأن الإصابات التي وصلت هذا اليوم كانت أكثر قوة، هل تتوقعون أن هناك طبيعة مغايرة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي من خلال أسلحته في استهداف الفلسطينيين المدنيين، خاصة أن اليوم نتحدث عن ضعف عدد الشهداء الذين كانوا بالأمس وزيادة أيضا؟ يعني من مشاهدتي صراحة الجرحى والشهداء فعلا هناك أشلاء ممزقة كانت لهؤلاء الشهداء والجرحى، لكن هذا نترك المجال للاختصاصيين حتى يفتوا في هذا المجال إذا كانت هناك أسلحة محرمة أو أسلحة مغيرة استخدمت. وأنا متأكد أنها في فعلا بالمرة هذه ممكن تكون هناك أسلحة مغيرة بسبب طبيعة الأشلاء والإصابات المغايرة التي شاهدناها اليوم. شكرا دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. إذن يعني كما لاحظنا ارتفاع في عدد الشهداء، نتحدث اليوم عن ضعف شهداء بالأمس، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى منتصف هذا النهار، وهذا يعني أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار استهداف المدنيين والسلميين الفلسطينيين هي مستمرة، ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاستهداف مما يمكن في أي لحظة أن يزيد من أعداد الشهداء والإصابات. قبل قليل تجولنا داخل مجمع الشفاء الطبي ودخلنا إلى الأقسام، لاحظنا فئات عمرية مختلفة من الإصابات، من الأطفال وأيضا من النساء وكبار السن والشباب أيضا، وهذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي في استهدافاته لا يفرق، بل يحاول بشكل مباشر أن يستهدف المدنيين الفلسطينيين من النساء وأيضا الأطفال وكبار السن، وهذا بالتأكيد سيرهق الحالة الفلسطينية برمتها، وأيضا وزارة الصحة كما تحدث لنا الدكتور محمد وهي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وهذا ما من خلال حديثه أيضا الذي ناشد المؤسسات الدولية بضرورة دعم وزارة الصحة وأيضا التدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.